نرحب بحضراتكم مرة تانية. زي ما كنا بنتكلم معاكم قبل الفاصل انه امبارح كان في تصريحات لمصدر مصرفي مسؤول اكد فيها ان مصر سددت مديونية خارجية خلال شهر ديسمبر اللي فات بقيمة $1 مليار، وفي نوفمبر اللي قبله سددت $1.5 مليار، يعني اجمالي سداد الالتزامات الخارجية حوالي $2.5 مليار في شهرين. ورغم كده كمان الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من $470 مليون خلال شهر ديسمبر عشان يسجل أكثر من $34 مليار، وهو أعلى مستوى لي منذ مايو 2022. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الخبر من الأستاذ محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات. صباح الخير على حضرتك، وبعد التحية يعني كيف ترى هذا الخبر؟ كيف ترى قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية وسداد التزامات خارجية بقيمة $2.5 مليار في شهرين؟ طيب أهلا بحضرتك والساده المشاهدين، أهلا بحضراتكم. مع بعض أستاذ محمد، إنه أنا مع حضرتك يا فندم. اتفضل. بيقولوا أول حاجة إنه إحنا عندنا صفقات نقد أجنبي بتتزايد، مصادر صفقات النقد الأجنبي لمصر 5 مصادر، هم أول حاجة الصادرات المصرية، ثاني حاجة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ثالث حاجة السياحة، رابع حاجة قناة السويس، وخامس حاجة الاستثمار الأجنبي المباشر. التدفقات الخمسة بترتفع على الرغم من إنه إحنا بنشهد زي ما حضرتك عارفة عالم مضطرب للغاية، التدفقات في دول العالم النامية كلها أكتر من اللي داخلة، وده وضعنا بالظبط، لكن في نفس الوقت ما زال عندنا تدفقات بتزيد، وده بيعادل تأثير الأزمة شوية. في نفس الوقت بمجرد لما التدفقات اللي خارجه اللي هي بتاعت الاموال الساخنه او الاستثمارات غير المباشره هتبدا تقل، هيبدا الاحتياط النقدي يرتفع بشكل اكبر. اللي خلى الاحتياط النقدي يرتفع في نفس الوقت اللي سددنا فيه الديون زي ما قلت لحضرتك كده، من جانب اولا ارتفاع المصادر الخمسه، وتاني حاجه الصفقه اللي عقدتها مصر مع صندوق النقد الدولي علشان يبدا يدخل تدفقات نقديه تزيد من قدره مصر على يعني رفع احتياطها النقدي. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، الخبرين مع بعض بيشيروا إلى معلومة مهمة جدا، هي استمرار مصر في سداد مديونيتها الخارجية والتزاماتها الخارجية في كل الظروف. مصر عمرها ما تعثرت في أي وقت من أوقات تاريخها، في تاريخها كله عمرها ما تعثرت عن سداد قرض واحد، رغم إنه أحيانا كتير جدا بيبقى عندنا ضغوط على ميزان المدفوعات، إلا إن مصر ملتزمة طول الوقت بسداد مديونيتها، وده على عكس ما كان عدد كبير جدا من المؤسسات بتقول يعني إن مصر قد تتعثر. امبارح اول امبارح كان عند رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، كان عندها لقاء تلفزيوني وقالت، صرحت فيه تصريحات بانه الدول المتوقع ان هي يحصل لها تعثر او اللي متخاف ان يحصل لها تعثر 6 دول، ليس من بينهم مصر على الاطلاق، ما فيش دولة عربية من بينهم غير لبنان بس. وده يأكد على معلومة إن مصر يعني مستمرة في يعني أداء مديونيتها. مفهوم سيد محمد. طيب دكتور محمد، كان في برضو تابعنا مع دكتور مصطفى مدبولي إن كان في إفراجات لواردات كتيرة جدا في الموانئ المصرية، وربما ده بيحتاج لتدبير عملة صعبة. إزاي الدولة المصرية نجحت في توفير هذه الموارد الدولارية خلال هذه الفترة القصيرة؟ طيب هو مصر عموما يعني ما كانش عندها نقص في العمله الصعبه بقدر ما كان عندها تحوط من الازمه. يعني ايه الوضع؟ ان انا معايا احتياطي نقدي زي ما حضراتكم قلتوا دلوقتي كان عندي $32 مليار، كل الموجود في المواني من الصادرات من الواردات المصريه خلال الـ6 شهور اللي فاتوا بلغ $12 مليار. ده معناه ان مصر كانت قادره ان هي تدفع التزاماتها، لكن ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل انه مصر بتشهد عدم يقين تام في الاقتصاد العالمي، مش متوقعه ايه اللي ممكن يحصل في الاقتصاد العالمي، وبالتالي زي اي رب اسره بيتعرض لازمه بيحاول يأجل الالتزامات اللي مش مطلوبه قوي او اللي مش ملحه قوي. ده كان وضع مصر بالظبط، حاولت بقدر الامكان تقلل تسرب النقد الاجنبي للخارج علشان تشوف اكتر وقت ممكن تقدر تكمل بيه بالاحتياطات النقديه. ومجرد لما الاقتصاد العالمي بدات احواله تواتي بدا يحصل انخفاضات على اسعار السلع العالميه من ناحيه، في نفس الوقت مصر قدرت يعني تحقق استقرار في التدفقات اللي داخله للخارج، وفي الجانب الثاني قدرت تعقد صفقه مع صندوق النقد الدولي قيمتها $14 مليار، بالتالي مصر بدات تفرج عن هذه البضائع اللي قيمتها كلها $12 مليار في اقصى احوالها، وبالتالي الفاقد او اللي داخل من خلال 6 شهور اللي فاتوا مصر تستطيع تعوضه بسهوله جدا عن طريق جزء من الصفقات
الصفقه بتاعت الصندوق المباشره اللي عقدتها، بالاضافه بقى لان الصفقه بتاعت الصندوق هتوفر لمصر كمان كميات من النقد الاجنبي عن طريق الشهاده اللي بتمنح اللي بيمنحها الصندوق للاداره، يعني ان هي قادره تكمل تستمر التزاماتها من ناحيه، والناحيه الثانيه ان هي مستمره في برنامج الاصلاح الاقتصادي. وبالتالي الازمه ما كانتش ان ما فيش نقد اجنبي، الازمه كانت ان الاداره بتتحوط نظرا لان احنا عندنا احتياجات ضخمه جدا من الغذاء والطاقه بنشتريها من الخارج، وبالتالي كان لازم نتحوط في ظل عدم اليقين العالمي ده، الاول امن اكلي وشربي واحتياجاتي الاساسيه اللي الدوله ما تقدرش تمشي من غيرها، وبعدين اذا استقرت الاوضاع، اذا قدرت احقق الهدف ده والحمد لله هو اتحقق وبسهوله اهوت الحمد لله، نبدا الاغراض اللي منها اغراض صحيح مهمه جدا ومحوريه جدا للاقتصاد وللصناعه والتجاره، لكن ليست اهم من الاكل والشرب بتاع المصريين. وبالتالي ده كان نهج الاداره في ان هي توازن ما بين الضغوط الحقيقيه وعدم اليقين المنتشر في العالم، وفي نفس الوقت تحاول توفر امان الاقتصاد المصري. عشان كده الاداره بقى من ناحيه ثانيه نجحت في ان هي كل الاصناف متوافره في السوق، الاكل كله موجود، بالذات انا بتكلم على الاكل، يعني الطاقه كلها موجوده، ما رحناش بنزينات لقينا فيها انخفاض في الطاقه او لقينا ازمه طاقه، وده بسبب الموازنه اللي بقول لحضرتك عليها دي. وبالتالي قدرنا نحقق الهدفين، الهدف الاول ان احنا نحقق استقرار في الاقتصاد المصري ما يعملوش صدمه، وفي نفس الوقت دلوقتي بعد لما الدنيا بدات تواتي بدانا ندخل الحاجات اللي خارجه، صحيح عمل هزه في السوق شويه، صحيح عمل في ارتفاع الاسعار شويه، بس المفروض بقى انه مع دخول هذه المنتجات نبدا نشوف تراخي في الاتجاه العكسي. طيب استاذ محمد، لسه مستمرين في استضاح يعني كل ما ورد في هذا التصريح نقطه نقطه الحقيقه، خلينا نتكلم عن النقطه اللي تحدثت عن انه الاحتياطي الاجنبي بيغطي حوالي 5.5 شهور واردات خارجيه، وده اعلى من المقاييس العالميه. شايف حضرتك انه ده مؤشر على تامين كل احتياجات مصر من الواردات الخارجيه، خاصه طبعا لو هنتكلم عن مدخلات الانتاج والسلع الاساسيه؟ طيب هو اصلا قد ايه المتوسط العالمي بتاع الاحتياطيات؟ المتوسط العالمي الناس بتقول، المؤسسات الدوليه بتقول، بالذات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بيقولوا انه اذا الدوله قدرت توفر احتياطي نقدي يشتري 3 أشهر من السلع من احتياجاتها الاستراتيجيه يبقى هي كده عندها امان. 3 أشهر دول يعني ربع سنه، يبقى انا كده وانا النهارده واقف عندي ربع سنه كامله من احتياطياتي انا ضامنها. اللي حاصل بقى ان مصر عندها 5 أشهر، والاحتياطي بتاعنا عمره ما انخفض عن في اي وقت من الاوقات عن 4 أشهر في أسوأ احواله. صحيح. يعني أسوأ لما انخفض، وفي نفس الوقت كمان لما السلع العالميه كانت عاليه، لانه احنا بنحدد بقى في ضوء المده بنحددها في ضوء المقدار الموجود وثمن اللي بنشتريه، وبالتالي في اي وقت من الاوقات ما نزلش عن 4 أشهر في ظل الازمه لما كان اسعار القمح وصلت لاقصى مستوياتها عند اكثر من 400 دولار للطن، وفي نفس الوقت كمان البترول وصل لاكثر من 120 دولار للبرميل. ده يأكد على حاجتين، أول حاجة إنه الجزء الأسوأ من الأزمة قرب ينتهي. صحيح. إحنا خلاص دلوقتي إحنا أخذنا الصدمة وبنحاول نتكيف معاها. بالظبط. بنتكيف معاها مع أثرها دلوقتي. أيوه. والجاي إن شاء الله أحسن. إن شاء الله الجاي أحسن، وبلغة الأرقام اللي جاي أحسن. بنشكرك أستاذ محمد شادي الباحث الاقتصادي في مركز المصري للفكر والدراسات على هذه الرؤية وهذا التحليل، شكرا جزيلا يا فندم.